يقولون طاعة ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويقولون طاعة ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله.
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحسبك
يحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وإذا حييتم بتحية فحيوا